أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد عبدالله حمد، صاحب سيلفر كورنر تريدينج، صاحب ومؤسس طبعا سيلفر كورنر تريدينج. بداية حابين نرحب فيك في برنامج رواد الأعمال، نورتنا ونورت الشاشة. مشكورين وجزاكم الله خير على وجودكم. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. اسمي عبد الله حمد القحطاني، مؤسس شركة سيلفر كورنر تريدينج، وهي مؤسسة يعني تأسست في 98، وكانت بدايتها بسيطة جدا في مجال التمديدات الكهربائية والصحية، وكان جزء من عمله اللي هي حلول تنقية المياه. بعد فترة يعني صارت شوي مشاكل في الشركة، كان معي شريك وانسحب وترتب الديون على الشركة، وكافحنا سنوات لين أدينا الديون وتم توجهنا للعمل. تركنا التمديدات الصحية وتوجهنا لعمل تجارة معدات تنقية المياه وإيجاد الحلول لتنقية المياه. كان يعني عمل شوي غير تقليدي، وكان يعني نوعا ما مربح لنا أفضل يعني، فركزنا عليه. أكيد. والحمد لله استمرينا من مؤسسة بسيطة إلى مؤسسة الحمد لله، لازلنا بسيطة لله. لكن في الحمد لله إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. أستاذ عبد الله، حابين أيضا نتعرف عن الخدمات والمنتجات اللي بتقدموها للعملاء في سوق الإمارات، أو حتى إذا كان في مجال إلى التصدير. نعم، نحن يا طويل العمر شغلتنا إيجاد الحلول في مجال تنقية المياه. يعني عندنا زباين يتصلون فينا عندهم مشاكل في المياه، أحيانا ملوحة، أحيانا يعني يكون في بكتيريا في الماء، وما نتعامل إلا مؤسسات راقية جدا، يعني فروع لمطاعم دولية عالمية، مؤسسات، مخابز، يعني الشغلات هذه. فنقدم لهم الحلول، نحن ندرس الوضع، وضع الماء، الكمية اللي يحتاجونها، شو النوعية، لأي درجة يبغون يعني نقاء الماء. وبالتالي طبعا ماء دبي نقي، لكن أكيد قمة في النقاء. لكن في بعض المؤسسات، بعض المخابز، بعض الكوفيات يحتاجون قمة في النقاء، يعني توب التوب. ايوه توب التوب بالضبط. فهذا اللي يلجؤون لنا، نحن نقدم لهم الحلول ونشوف لهم الاجهزه المناسبه، سواء جزء من داخل الدوله وفي جزء من خارج الدوله، واحيانا تحتاج تركيب من جزء من داخل الدوله وجزء من خارج الدوله وجزء من ماركه معينه وجزء من صناعه معينه، وهكذا يعني نركب لهم الاجهزه كامله ويمشي الشغل. ممتاز ممتاز. طبعا في ظل المنافسه الشديده في سوق دوله الامارات العربيه، وخصيصا ايضا في سوق دبي، دبي المدينه الاولى عالميا والوجهه الاولى عالميا لجميع المستثمرين وجميع الاستثمارات. صحيح. من جميع انحاء العالم، شو المميزك عن باقي المنافسين في الدوله في هذا اليوم؟ شوف، عندنا نحن يعني صح عندنا منافسه كبيره وشرسه، لكن نحن دائما نراهن على الاخلاص للعميل. اكيد نقدم له يعني افضل الحلول بدون يعني ما نركز على الربح لما نقدم الخدمه، يعني نتعامل ويا العميل على اساس انه شريكنا لان نبغى يستمر ويانا. أكيد. فنقدم له الافضل بغض النظر عن ربحنا نحن بالطريقه هاي وبالطريقه هاي. ممكن اجهزه تربحنا اكثر، لكن صح. نختار الجهاز الافضل له علشان يستمر ويانا، وما نتعامل مع عميل مره واحده. اكيد. فضمان الخدمات، تقديم الخدمات، هذا هو اللي يميزنا عن باقي الباقيين. ممتاز. طبعا حابين ايضا ناخذ نصيحه من السيد عبد الله للمستثمرين الجدد، خصيصا من فئه الشباب اللي دائما حابين انهم يستثمروا لكن بيوجدوا صعوبه، او فعليا هي فكره تدور في بالهم انه الاستثمار صعب والاستثمار يحتاج له مال كبير جدا وراس مال يكون ضخم. حابين ناخذ ايضا من عندك نصيحه للمستثمرين الجدد. صحيح. شوف، المعرفه اهم من المال. اكيد هذا اللي نوصل له. المعرفه هي رقم واحد، إذا توفرت المعرفة المال سهل يتوفر، بالشراكة، بالتوفير، باللجوء للبنك، التمويل سهل، لكن الأصعب المعرفة. صحيح. دائما الإنسان أول يبحث عن المعرفة عشان يقدر يشتغل في مجال معين، ما يبحث عن الأشياء التقليدية. يعني الإنسان ممكن يسوي سوبر ماركت مثلا، لكن هذا شيء تقليدي، يعني أنت ما جبت شيء جديد. لكن الأشياء اللي هي غير تقليدية هي تحتاج معرفة. فالواحد عنده حلين، يا اما هو يمتلك المعرفه هاي، او لو يمتلك جزء بسيط منها ويطوره ويشتري المعرفه. صحيح. يعني انا ممكن اعين شخص يمتلك المعرفه،
هو عنده المعرفة وأنا عندي المال. إذا صارت شراكة ما بين المعرفة وما بين المال ينجح المشروع. صحيح. الإنسان ممكن يستثمر لكن يبحث عن شخص عنده معلومة في مجال غير تقليدي. صحيح. ممكن يعينه يشاركه أو يعينه كمدير مثلاً، شخص عنده خبرة في مجال معين هو يتعلم والشخص الثاني يفيده في المجال الشغل يعني. طبعاً. باستخدام مالية. طبعاً دائماً التفكير خارج الصندوق. يعني أن تكون مبتكر وتبتكر شيء فعلياً غير تقليدي. وأيضاً إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام منحت جميع الصلاحيات وأرض خصبة لجميع المستثمرين اللي حابين يستثمروا. حابين أيضاً نتعرف على الهدف والرؤية المستقبلية اللي راسمينها للسنين الجاية من شركة سيلفر كورنر. والله نحن عندنا طموح كبير يعني ما له حدود. نحن حالياً نشتغل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل خاص في دبي طبعاً، لكن على في كل الإمارات عموماً. وعندنا بعض الشغل في سلطنة عمان وفي بعض العمل في بعض الدول الخليجية بشكل بسيط جداً يعني. إن شاء الله عندنا طموح إن إحنا نفتح فرع في بقية دول الخليج وأيضاً في بعض الدول العربية إن شاء الله. في يعني في أفكار لكن شوي بتكون مؤجلة لحين الانتهاء من المنطقة اللي حوالينا. طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتوفيق والتميز من طاقم عمل برنامج رواد الأعمال. وأيضا لازم نذكر الأمن والأمان، دولة الأمن والأمان فعليا دولة الإمارات. هذه القواعد اللي وقفت عليها التجارة. صحيح. هي القواعد بالفعل. إذا ما في أمان ما في تجارة بالفعل. كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب مستثمرين سواء من داخل الدولة كموظف وقرر الاستثمار أو حتى من خارج الدولة كمستثمر أجنبي من خارج الدولة؟ يبحث عن الأمان ويبحث عن العدالة. طبعا اذا توفر الامان وتوفرت العداله طبيعي بتتوفر التجاره وبيتوفر الاستثمار بشكل طبيعي، لان كل انسان يبحث عن الامان بيجي وبيترتب عليه ان في شخص ثاني بيجي وبيستفيد من الشخص هذا. صحيح. وهذا الشخص بيجيب شخص ثاني يستفيد منه، فكل شخص بيفيد شخص او كل مؤسسه بتفيد مؤسسه. طالما الامان موجود والعداله موجوده ما في ظلم بتتوفر التجاره بشكل طبيعي. وهذا ولله الحمد في دوله الامارات ودبي طبعا متوفر بشكل كبير. طبعا الأمن والأمان وهذا اللي احنا تكلمنا عنه دائما هو نتاج عمل ومثابرة من شيوخ وحكام دولة الإمارات. أيضا من وجه رسالة شكر من طاقم عمل برنامج رواد الأعمال، وحابين أيضا ناخذ رسالة من عندكم. أكيد طبعا لا يكفي الشكر فعلا. لا يكفي الشكر، لأن اللي يوفر لك كل هالأمان ويوفر لك البنية التحتية ويوفر لك الدعم ويقول لك تفضل اشتغل، هذا يعني تكر. كيف تشكره فعليا تشكر. هو ليس اشتغل وليس اعمل لكن ابتكر واشتغل واستثمر. صحيح. واعمل وسوي اللي انت تبغيه يعني. اكيد. طبعا هم وفروا لنا كل شيء. انا ما اقدر اقول عنهم انهم حكام، هم عباقره. صحيح. يعني صحيح. عباقره، لانه نحن ننظر حوالينا ونشوف الفرق ما بين دول وبين دولنا نحن. يعني هذه عبقريه، يحسون ان هذه البلد بلدهم، يبغي يجعل بلده الحاكم عندنا يبغي يجعل بلده افضل بلد. بالفعل. فاللي يبغي يجعل بلده افضل بلد شيء طبيعي يعني بيخلي البلد بالطريقة هاي. أما اللي يحس اللي أن بلده ما تهمه أو أن بلده يعني فرصة للثراء أو مجرد فرصة مؤقتة فقط. فرصة مؤقتة طبعا. لكن عندنا نحن ولله الحمد من المؤسس الشيخ زايد الله يرحمه كان يبحث عن أن يجعل دولة الإمارات أفضل من بقية الدول اللي كان يزورها في الخمسينات والستينات. كان يزور أوروبا ويشوف البلدان هذه، قال بخلي بلدي أجمل من هالبلدان، حط هذا الهدف في راسه. جاء الشيخ خليفه بعده وحط هذا الهدف في راسه، والان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره نفس الهدف. والشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد عباقره الامارات. صحيح. بالفعل. انا ما اقولها مجامله والله، لكنهم عباقره الامارات. اكيد. نقول لهم جزاكم الله خير، سويتوا كل الاشياء اللي يتمناها اي انسان سواء مواطن او مقيم على دوله الامارات يتمنى. هذا يمكن ما يتمنى اكثر من شيء. صح. يعني هذا اللي يتمناه، قمه اللي يتمناه. اعطيتوا الناس فرصه ان تشتغل وان تتاجر وان تستثمر وان تدرس وان تتعلم وان تبتكر. يعني جزاكم وفرتوا لنا العداله، وفرتوا لنا الامن. نقول جزاكم الله خير، والله يجعله في موازين حسناتكم يعني. والله يرحم الميتين منهم، الله يرحمهم. شوف. امين يا رب العالمين. حابين نتشكرك ايضا على ظهورك معنا اليوم. أنا والله في البرنامج كان لنا شرف. هاي الفرصه يعني مشكورين. مشكور لك ومشكور وجزيل الشكر ايضا لشركه سيلفر كورنر تريدنج على هذه الفرصه الجميله. في نهايه الحلقه حابين ايضا ناخذ كيفيه الوصول والتواصل لسيلفر كورنر تريدنج. نحن موجودين في منطقه الكرامه في دبي، وعندنا موقع على الويب سايت
وتليفوناتنا موجودة ويعني الحمد لله الوصول لنا سهل مبسوط يعني. طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني أيضا سوف يظهر أسفل الشاشة. نشكرك مرة أخرى الأستاذ عبد الله. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز والمميز جدا. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. نشكرك مرة أخرى أستاذ عبد الله.